نبات الألوفيرا هو نبات عصاري ينتمي إلى عائلة الزنبقيات. يزرع الألوفيرا منذ آلاف السنين ويستخدم على نطاق واسع لأغراض طبية وتجميلية. يتميز بأوراقه السميكة المليئة بالجل الشفاف الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. للعناية بنبات الألوفيرا وجعل الأوراق سميكة وغنية بجل الصبار، يمكن اتباع النصائح التالية. لا تنسي أن تدعمنا بالإعجاب والاشتراك لكي يصلك كل جديد. الإضاءة. تأكد من أن نبات يحصل على الكثير من الضوء الطبيعي، لكن تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة خاصة في فصل الصيف، حيث يمكن أن تتسبب في حرق الأوراق. التربة. استخدم تربة جيدة التصريف. يمكن خلط التربة العادية بالرمل أو البرليت لتحسين التصريف. الري. النبات يتحمل الجفاف ويختزن الماء بأوراقه، لذلك يجب الري عندما تكون التربة جافة تماما. الري المفرط يمكن أن يسبب تعفن الجذور. عادة يكفي الري مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، ويقل الري في فصل الشتاء. درجة الحرارة. تجنب وضع النبات في أماكن باردة جدا أو ساخنة جدا. التسميد. استخدم سماد متوازن خفيف كل شهرين خلال موسم النمو الربيع والصيف. الحاويات. اختر حاويات بفتحات تصريف لضمان تصريف الماء الزائد. يمكن أن تنمو النبات بشكل جيد في حاويات فخارية لأنها تساعد في تصريف المياه. التقليم. إزالة الأوراق التالفة أو الميتة يساعد في توجيه الطاقة إلى نمو الأوراق الجديدة. التهوية الجيدة. يحب النبات التهوية الجيدة، لذلك يجب تجنب الأماكن المغلقة. تجنب الإجهاد. لا تحرك النبات كثيرا وتغير من مكانه، وتجنب الظروف البيئية القاسية. باتباع هذه النصائح يمكن أن تنمو نباتات الألوفيرا بصحة جيدة وتكون أوراقها سميكة وغنية بجل الصبار. والآن دعنا نستخرج للصبار معا ونذكر نبذة مختصرة عن فوائده. اختر أوراقا سميكة وناضجة. استخدم سكينا نظيفا وحادا لقص الأوراق بالقرب من قاعدة النبات. قم بقص الحواف المسننة على جانبي الورقة. اقطع الورقة بالطول. استخدم ملعقة لاستخراج الجل الشفاف من داخل الورقة. ضع الجل في وعاء محكم الإغلاق واحتفظ به في الثلاجة. فوائد جل الألوفيرا. ترطيب البشرة. يعمل كمرطب طبيعي يساعد في تهدئة وترطيب البشرة. علاج الحروق والجروح. يسرع من عملية شفاء الحروق البسيطة والجروح. علاج حب الشباب. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل حب الشباب. مفيد للشعر. يمكن استخدامه لترطيب فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. لا تنسي أن تدعمنا بالإعجاب والاشتراك لكي يصلك كل جديد.